لكن نحمد الله، نحمد الله أن العام إن كان أن لو قلنا لا يشمل كل فرد من أفراده ولا يستغرق كل فرد من أفراده وكل جزء من أجزائه، فإن العام يعني أغلبية المذكورين، يعني أغلبية الغالبية، وأن النادر لا حكم له والشاذ لا حكم له. فهذه منة عظيمة إن نحن أسلمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله وسلم عليه وهو عن العمانيين راض. بس هذا المفخر العظيم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن العمانيين راض. أبو سفيان يحكي إن نساء عمانيات، شوف الحب حتى ما في الرجال، حتى النساء أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببنا دينه، فخرجنا من عمان، نساء عمان خرجنا من عمان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا على عائشة رضوان الله عليها، سألت العمانيات السيدة عائشة عن مسائل في الدين، فقالت سألتكن من أين أنتن، فقلنا نحن من عمان، فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت حبيبي عليه السلام يقول سيكثر الراد حوضي من أهل عمان. تكبير، ما تخبط بها زين، فع فع، شكرا لله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا يروي أبو سفيان، ما سفيان بن حرب، لا هذا معاذ أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله القرشي. أبو سفيان يروي هذا عن أزور، وبعد أن ذكر أزور هذا قال رجل من خيار المسلمين، يعني أبو سفيان يعرفه زين، يعرفه زين. فما يجينا بعدين واحد عاد يجيك واحد قال من جبتوا ذا؟ قال راوينا الربيع، أبو سفيان راوينا، قال أبو سفيان نكرة مجهول، ومن ذا أزور؟ أزور مجهول. عن إيش مجهول؟ قال ما ذكره ابن حجر. زين ابن حجر عليه الصلاة والسلام، ابن حجر إنسان مثل باقي البشر، إذا كان أبو سفيان ما تعرفه احنا عرفناه، وإذا كان أزور لا تعرفونه فأبو سفيان عرفه، وأبو سفيان عندني أوثق من غيره. أفأجهل أزور لأن غيركم لأنكم جهلتموه؟ أبو سفيان يقول بملء فيه، يقول أزور رجل من خيار المسلمين، هو اللي يروي الرواية، يقول دخلت نساء، ولعلمكم قاعدوها قاعدة أن أئمتنا لا يروون إلا عن فقيه، يعني بجانب اشتراط العدالة يشترطون الفقه، يعني لو كان عدل جاهل لا هذا ما يروى عنه، عدل صدوق وثبت كذا وحجة يحتج بحفظ وحافظ، لكن ما فقيه لا ما يروى عنه. ولذلك الربيع يروي عن من؟ ده الربيع يروي عن أبي عبيدة، الربيع الفقيه يروي عن أبي عبيدة الفقيه، وأبو عبيدة الفقيه يروي عن من؟ عن جابر بن زيد سيد الفقهاء. وهكذا رواتهم عن ضمام وعن حيان الأعرج وعن صالح الدهان، كلهم قامات من قامات الفقه. فلما يروي أبو سفيان عن أزور ويقول بعد ما يكتفي بقوله أنه فقط أزور أعرفه، لا هو قال رجل من خيار المسلمين، توفيق أن نسوة من أهل عمان دخلنا على عائشة، عائشة تقول سمعت حبيبي عليه السلام يقول يكثر الراد حوضي من أهل عمان. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله، نقول ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن العمانيين راض. هذه الشام وهذا الوسام نختم به هذا اللقاء المبارك.